زي ما قلت لحضراتكم عندنا ان شاء الله مباراه هامه جدا يوم السبت القادم، مباراه في دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا. هذه المباراه هنتكلم عنها كتير، وهنتكلم عن ريني فايلر وبقيه اللاعبين المتواجدين مع النادي الاهلي. والنادي الاهلي قفل على نفسه بالمناسبه، او مستر ريني فايلر طلب من الكابتن سعد عبد الحفيظ ان يكون التدريب خلال الفترة القادمة، ما حددش وقت قد ايه، ولكن التدريب خلال الفترة القادمة مقفول على كل وسائل الإعلام. كل وسائل الإعلام مش هتعرف تصور تدريب النادي الأهلي. من الواضح جدا ان هو في حاجات في دماغه عايز يعملها بعيدا عن أعين الجماهير والصحافة وكل الناس. هو يمكن في حاجة بيرتبها علشان يعني تكون في المباريات القادمة.